الوصول إلى تعليم راق في تركيا يمر عبر هذه البوابة لجامعة كاربوك، فأكثر من 50,000 طالب يتلقون تعليماً مميزاً في تخصصات مختلفة ضمن 15 كلية تحتضنها الجامعات الواقعة غرب البحر الأسود. ولأن جامعة كاربوك تسعى للأفضل، فقد وضعت نصب عينيها إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي الذي توفره لآلاف الطلاب الوافدين من كل المدن التركية ودول الإقليم والعالم. تعمل الجامعة على تطوير العديد من المهارات الحديثة لدى طلابها من خلال التفكير التحليلي وإنتاج المعرفة، وذلك عبر أحدث البرامج التدريسية والتطبيقية وفي غرف صفية عصرية ومختبرات علمية حديثة. يتلقى الطلاب تعليمهم على يد أمهر الأكاديميين في تركيا وسط أجواء علمية تفاعلية تثري العملية التعليمية وتجعل منها ساحة للإبداع والابتكار. من كلية الطب إلى الهندسة، ومن الاقتصاد إلى العلوم، ومن الرياضة إلى الآداب، ينتقي الطلبة تخصصاتهم التي تعكس اهتماماتهم ونوعية المستقبل الذي يطمحون إليه. بدأت جامعة كاربوك مسيرتها التعليمية عام 2007 كمشروع متطور يضاهي كبريات الجامعات التركية من حيث المناهج والخطط التدريسية، ويحتفظ بأصالة في الالتزام والتحديث. هذه الجامعة الفتية تسير قدماً بخطوات واثقة لأخذ مكانة متميزة في مستوى الحاضرات المعاصرة. وتعمل الجامعة على إتمام كافة أعمال بنيتها التحتية من خلال عمليات التحديث والتطوير المستمرة لتصبح منارة تعليمية. في جامعتنا نقوم بتأسيس سياسة عملية وانتهاج أفضل السبل وأحدثها في إطار أعمال التدريس والبحث بهدف الوصول إلى المواصفات العالمية، محتفظين بسياسات تتوافق مع وطننا وتقاليدنا العريقة. وتهتم جامعتنا بكافة المشاريع القائمة على أساس التعاون الدولي والإقليمي من خلال إدراكنا الجاد لأهمية الانفتاح والتفاعل مع محيطنا الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا للقيام بشكل متواصل بعقد المزيد من الاتفاقيات الجديدة التي تتيح لموظفين الأكاديميين المشاركة في مشاريع التبادل الخارجي وعلى أعلى المستويات ومع كبريات الجامعات العالمية. في كاربوك ندرك جيداً أن الحياة الجامعية ليست جزيرة معزولة وليست دروساً ومحاضرات فقط، وندرك جيداً أهمية أن يكون الحرم الجامعي حياً ومليئاً بالمرافق الاجتماعية واللامنهجية المختلفة. وفي هذا الإطار نواصل تطوير وتحديث البناء الجامعي بشكل يجعله جزءاً من الطبيعة التي تحيط به من كل مكان، ليكون متنفساً حقيقياً بالنشاطات الرياضية والفنية والترفيهية التي تحتضنها الجامعة. قصة نجاح عمرها شارف على 10 سنوات هي جامعة كاربوك، من 4 كليات إلى 15 كلية، ومن نحو 8,000 طالب إلى 50,000 طالب، مليئون بالطموح المدفوع بالإنجاز والمبني على الخطط الجادة والمدروسة لتكون الدراسة في الجامعة فرصة لا تعوض وحياة مليئة بالنجاح والابتكار والإبداع.